المؤتمر من يعني أضاف لنا الكثير فيما يخص إعداد الاستراتيجيات، تقييم الاستراتيجيات، فتح الآفاق لأشياء مهمة جدا، والأهم أنه هو كيف نربط هذه الاستراتيجية بالأفراد، كيف الاستراتيجية تكون ذات معنى ينعكس على حياة كل من يعمل في المؤسسة، كيف يعني الموظفين يمارسوا أعمالهم بشغف انطلاقا واستنادا إلى هذه الاستراتيجية. ما شاء الله الدكاترة الكرام مقدمين هذه ورش العمل متمكنين، دكتور سعد والدكتور موفق والأستاذ عباس ربي يحفظهم، أضافوا لنا الكثير من الأمور اللي احنا كنا مثلا نعرف أنها تحديات عندنا كناس نقوم بإعداد الاستراتيجيات، بس أيضا أوجدوا لنا الحلول اللي ممكن تساعدنا فعليا في يعني تخطي مثل هذه التحديات. أوجه شكر لكل العاملين على هذا المؤتمر وأتمنى التوفيق للجميع.